أهلا بكم. تطرقت الصحف العالمية للأوضاع الصعبة في قطاع غزة، والتي تتزايد بعد الحديث عن قرب هجوم بري إسرائيلي يستهدف مدينة رفح، بالإضافة إلى المشكلة التي تواجه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بعد قطع عدد من الدول التمويل عنها. في صحيفة ذا هيل نقرأ مقال ألكسندر بولتون عن إعلان مجلس الشيوخ الأمريكي استثناء الأونروا من حزمة المساعدات الخارجية، وفيه أن حزمة المساعدات التي قدمها مجلس الشيوخ بقيمة 118 مليار و300 مليون دولار لا تتضمن أي تمويل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، بعد الاتهامات الإسرائيلية بأن عددا من العاملين فيها مرتبطون بالهجوم الذي شنته حماس. ويرى الكاتب أن التشريع سيحرم الأونروا من تلقي التمويل الأمريكي أثناء التحقيق في الادعاءات ضد موظفيها السابقين، رغم حديث المسؤولين الأمريكيين عن أن ذلك لن يقلل من المبلغ الإجمالي للمساعدات المخصصة لغزة. وأعاد الكاتب الإشارة إلى حديث السيناتور بيرني ساندرز الأسبوع الماضي بشأن ضرورة إعادة التمويل لوكالة الإغاثة، وأن الفشل في القيام بذلك قد يؤدي إلى خطر وقوع كارثة إنسانية. صحيفة أيضا مشاهدين التليغراف أشارت في مقال كتبه سامويل لوفيت وبول نيوكي إلى أن نقص التمويل ليس العقبة الوحيدة أمام الوكالة الأممية، وقال إن عدد الضحايا من عمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة في قطاع غزة هو الأكبر في تاريخ المنظمة، ما يغذي الاتهامات الموجهة لإسرائيل بأنها تستهدف الموظفين بشكل متعمد. ويشير المقال إلى أن الأسابيع الثلاثة التي تلت هجمات 7 أكتوبر كانت الأكثر خطورة على الإطلاق بالنسبة إلى العاملين في الأونروا، إذ قتل 73 شخصا بالغارات الجوية في أول 20 يوما من الحرب. ويؤكد المقال أن الجيش الإسرائيلي كان يوجه التحذيرات للموظفين الدوليين الذين يعيشون في المجمعات السكنية، لكنه يتجاهل العاملين المحليين من تلك التحذيرات. في صحيفة الجاردن البريطانية تناقش الكاتبة روث مايكلسون المخاوف من تكثيف الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح، وهي المدينة الحدودية مع مصر والتي يأوي إليها أكثر من 1 مليون شخص والذين قد يجدون أنفسهم بلا مأوى، مشيرة إلى نضال الأهالي من أجل الحصول على الضروريات الأساسية مثل الغذاء والمياه النظيفة والمأوى، وهو واقع يومي للسكان النازحين بينما يفاقم الطقس البارد وأيضا الممطر الوضع، ويجعل البقاء على قيد الحياة أكثر صعوبة. وأضافت أن المخاوف من احتمال وقوع رفح في مرمى القوات الإسرائيلية تتزامن مع انقسامات حادة على نحو متزايد داخل إسرائيل بشأن اتجاه الحرب وضغط الوسطاء للتوصل إلى اتفاق سريع لوقف إطلاق النار. ونقرأ أيضا في صحيفة التايمز تقريرا عن تصعيد إسرائيل هجماتها على مدينة رفح الجنوبية، حيث تعهد بنيامين نتنياهو بتوسيع الحرب جنوبا بزعمه أن هدف إسرائيل المتمثل في تدمير حماس لم يتحقق، وأن مقاتلي المقاومة انسحبوا أيضا من رفح. وتضيف الصحيفة أنه وعلى الرغم من الضغوط الدولية لوقف إطلاق النار، يؤكد نتنياهو تصميمه على مواصلة القتال، في حين يجزم وزير الأمن القومي الإسرائيلي أن الدعم الأمريكي لإسرائيل سيكون أقوى وأفضل في حال عودة ترامب إلى البيت الأبيض. وتطرقت الصحيفة إلى الصفقة المحتملة والتي جرى التفاوض عليها في باريس، وترى أن الجدول الزمني للحل لا يزال غير مؤكد، إذا يرفض نتنياهو أي هدنة من شأنها إنهاء الحرب على غزة بشكل دائم. مشاهدينا، هذا كان كل شيء. العودة لوعد لاستكمال هذه التغطية.